وصل وتحركت شواهين احمد بن سالم بن سعيد بن خصواني الكتبي يقدم لنا شواهين. وتحرك الجميع، تحرك الجميع من اجل الفوز، من اجل الناموس، من اجل النقطة المميزة هنا، هنا في ميدان التلة، هنا في ميدان التلة والمنافسة وتسعيرة هجن الرياسة ومادة الزعفران. والناس اللي بيوني يهنونك يا راعي الناموس، شدوا حيلكم، شدوا حيلكم. لكني بعود الى المركز الاول، الى نظرة، الى نظرة خذت النظرة على المركز الاول وطارت الى الصدارة. يقدمها احمد بن راشد بن محمد بالقراعة، انه النعيمية مع المركز الاول هنا مع هذه الاندفاع المميزة. لكن القدوم والتحرك من السامرية، وصلت وصلت السامرية وتقدم سعيد بن عبد الله بن علي بن ضاعن الاغفلي يقدم لنا السامرية. وصلت ايضا ثمينة، ثمينة في شوط ثمين، في شوط ثمين يقدم لنا ثمينة محمد بن مصبح بن محمد بن عبد الله الاغفلي. يتقدم الاغفلي ويتحرك هنا مع هذا الشوط ومع هذه المنافسة ومع هذا الصراع الكبير من اللي وصل واللي تحرك. وصلت كذلك امتياز، امتياز وهي الآن في منطقة الامتياز. يقدمها حمد بن راشد بن عامري الاكتبي ياتي مع المركز الثالث والمركز الرابع هنا كما ذكرنا مع السامرية. خامسا مع المس راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلي. ياهو شوط، ياهو صراع، ياهو نزاع. الكيلو الاخير، الكيلو المثير، الكيلو الخطر، كيلو الرعب، كيلو المنافسة، كيلو فيه تتوتر الاعصاب. لكن لكن نظرة 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 على المركز الاول احمد بن راشد بن محمد القراع النعيمي على صدارة شوط. لكن وصل 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 الثمينة، ثمينة ثمينة محمد بن مصبح بن عبد الله الاغفلي. وتحركت المسكة راشد بن عنتر يقدم الابداع، بن عنتر يقدم الامتاع، بن عنتر يقدم لنا ابداعات الجميلة مع الخمسمائة متر الاخيرة. طار مع المسك، طار مع المسك وقدم الابداع. لكن القادمة شواهين احمد بن سالم بن سعيدة بالخصوني الكتبي. لوكون يا سلام يا سلام، المسك المسك المسكة ميدان اللبسة، اهالي اللبسة هنا يبتعون. راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلية، خلاص كفاية، ابتعت، امتعت، تميزت، تألقت، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا لمالك المسكة راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلي على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني شواهين ليا ايضا احمد بن سالم بن سعيد بن خصوني الاكتبي. المركز الثالث كانت امتياز حمد بن راشد بن عامري الاكتبي. المركز الرابع هناك مع متعب عبد الله بن سيف برويق الاكتبي. والمركز الخامس نظره لاحمد بن راشد بن محمد القراعه النعيمي من اتى على المركز الخامس. اذا ما شاء الله بن عنتر هنا ابدع وتميز بهذا الابداع الكبير مع المسك راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلي. سلام الراشدية، سلام سلام ميدان اللبسة، سلام ابدعتوا في هذا
الصباح الجميل بأداء كبير ونهاية ولا أروع بإبداع وتميز وتألق في هذا الشوط في أشواط أبناء المناطق الشمالية، حيث أيضا بطلهم يقدم العروض الجميلة مع المسك، وبانتظار التوقيت الزمني المرافق لهذا الشوط والتوقيت الأفضل ما شاء الله 5:56 وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المسك راشد بن خليفة بن سعيد بن عتل الغفري. المركز الثاني كانت شواهين أحمد بن سالم بن سعيد بن خصوني الاكتبي، والتوقيت الزمني للمركز الثاني هنا نتابع معا 6:03 أربعة أجزاء من الثانية وتوقيت المركز الثاني، بينما المركز الثالث فكانت هي ايضا القادمة امتياز حمد بن راشد بن عامري الاكتبي، والتوقيت الزمني للمركز الثالث هنا نشاهد معا عبر قناة ياس المتابعة لهذه الاحداث الجميلة واللقطات المميزة. هنا 6:05 وجزءا واحدا من الثانية، بينما المركز الثالث فكانت هي متعبة عبد الله بن سيف بن رويجد الاكتبي من حصل على المركز الرابع، توقيت الزمني 6:05 ثلاثة أجزاء من الثانية. والمركز الخامس نظرة أحمد بن راشد بن محمد القراعة النعيمي أتى بالمركز الخامس 6:05 سبعة أجزاء من الثانية.